بنو الأرض فتكري لله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي رابفا ببركة ودين الحسنى بحرمته وأمنا في طريقته ومعافاة من الفتن يا رسول الله يا ربي عشاني ودرجي سلام الله يا سلام من الرحمن يكشكم بعد الله جئناكم قصبناكم طلبناكم الله يا زاد من الرحمن تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدوكم فحبنا واتنا تينا تيكم الله يا زاد من الرحمن لغيتم غني فعشاكم وعشاكم الله يا زاد من الرحمن سيدني اتيناكم وفرناه نزرناكم الله يا زاد من الرحمن فقوموا وشوفنا الى الرحمن مولاكم من الرحمن عسى نهضى عسى نهضى مزى يمين مزى ياكم سلام الله يا زاد من الرحمن عسى نضرى عشى الرحمن دكشنا ودكشكم سلام الله يا زاد سلام الله حياكم وإن الله تلاكم سلام الله يا زاد من الرحمن وصلى الله سلمنا أتيناكم سلام الله يا زاد من الرحمن على المحتار شافينا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا زاد من الرحمن يخشاكم السلام عليك يا أهل القبور من أهل لا إله إلا الله السلام عليك يا أهل بيت رسول الله السلام عليك يا سيدتي يا حبيبتي يا وليدتي شريفة حبابة الوالية الصابرة فاطمة بنت حسان بن محسن ابن الإمام القطب عبد الله بن محسن العطاس وأخينا في الله المجاهد في سبيل الله الحبيب داعي إلى الله مصطفى بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف وعلى أن يبلغ هذه نية لوالدينا والديكم وعلى من وسلام نقرأنا فاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة كلمة الفاتحة تقبل زيارة تقبل زيارة تقبل زيارة إنك أنت السميع العليم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين يا أمنا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين يا أخينا اغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم تواب من دم السلام الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرد على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا كذا الهدى واجنا ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل زول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
الطاهرين ثم صلى وسلم على شفيع الأنام وعلى نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المعلمين. يا الله يا مجيب لحاضر لا يغيب تواصلنا بالحبيب تقضي حاجتنا قريب أمين. حاجة دنيانا بالميسرة وحاجة آخرة بالمغفرة أمين. ربي فانفعنا ببركتهم أمين. واهدنا الحزن بحرمتهم وعامدنا في طريقاتهم والمعافاة من الفتن وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله لنا بالقبر الله يا الله لنا بالقبر.